للاطلاع على المعلومة الصحيحة نقدم لك خدمة إلكترونية خاصة تحت مسمى مرصد الأسعار. ففي أعلى الصفحة يظهر الشريط الإخباري والذي يحتوي على آخر تطورات الأسعار العالمية والمحدثة يومياً عن طريق الربط المباشر مع وكالة رويترز العالمية. ومن خلال الضغط على الأسعار المحلية سيتسنى للمستهلك معرفة سعر السلعة في مختلف المحلات التجارية خلال الشهر الحالي أو الأشهر الماضية. وبالضغط على الأسعار العالمية سيظهر جدول باسم المواد ومصدر الأسعار والشهر. كما أنه بإمكان المستهلك متابعة أسعار دول الخليج، وذلك من خلال الضغط على أسعار دول الخليج ومن ثم اختيار الدولة والأسعار الشهرية. قد أصبح الآن من السهل التعرف على آخر تطورات الأسعار المحلية والخليجية والعالمية، وذلك من خلال priceobservatory.pacp.gov.om. لمزيد من التفاصيل تابعونا على